السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة داخل المغرب وخارجه. رمضان مبارك سعيد لنا جميعا ولجميع العائلات المغربية. كنقول لكم الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وراحة البال. الاسم ديالي مصطفى نزاري، بطل سابق في سباق الدراجات والمدير التقني الحالي لجامع الملكي المغربي للدراجات. في هذا الحجر الصحي اللي كنمروا به وكيمر به جميع دول العالم، بغيت نشارك معكم وبغيت نحكي لكم على بعض الانجازات في حياتي الرياضيه اللي دامت اكثر من 20 سنه. انا بديت رياضه سباق الدراجات في 1970، والسن ديالي ما كانش كيتجاوز 17-18 سنة. وفي السنة الأولى ديالي دخلت ضمن الفريق الوطني المغربي لسباق الدراجات، وأيامها كنت ضمن الفريق الوطني مع المرحوم محمد القرش، المرحوم عبد الرحمن فراق، عبد الله قدور، العربي كريم، مصطفى بن القيد، واحد المجموعة ديال المتسابقين، قندورة الشهاب، واحد المجموعة ديال المتسابقين اللي كان عندهم واحد صيت عالمي.